لن تخبرك هذه العبارة عن جديد إذا ما خرجت على لسان أحد مغني المهرجانات الشعبية أو لاحظتها مكتوبة على خلفية سيارة للأجرة في أحد أحياء المحروسة. ستخبرك بجديد فقط حينما تطالعها عن مصدر بعيد من القائد الإماراتي الفريق طاحي خلفان وفي معرض الخلاف الإماراتي السعودي العميق حول إنتاج النفط أو الاتهامات المتبادلة بالإصرار بمصلحة أو بالإضرار بمصلحة الدولة لحساب الأخرى. هي خلافات لم يكن يتحدث عنها المسؤولون بهذا الشكل، وإن وصلت دائما عبر وسائل الإعلام كأمر طبيعي في منظمة أوبك، لكن البيئة تبدو مختلفة هذه المرة في ظل تلميحات المحللين والنشطاء عن خلافات طالما بقيت في الظل حتى لا تصل إلى وسائل الإعلام الآن. خلافات بقيت في معظم الوقت حبيسة الغرف المغلقة والرسائل الدبلوماسية وتسريبات ويكيليكس. لكن في هذه المرة تتحدث الإمارات بشكل صريح وواضح عن تعرضها للظلم، وتقول إنها لن تقبل بأي كائن إن كان هو ثمن التوافق، الأمر الذي تصفه السعودية بغير المنطقي بالنظر إلى حالة السوق، فضلا عن قبول الجميع لاقتراحها بشأن تمديد خفض الإنتاج. والحال أن الخلاف حول إنتاج النفط قد اجتمع هذه المرة مع تعديل المملكة لقواعد الاستيراد من الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي لتستبعد به السلع المنتجة في المناطق الحارة أو حتى التي تستخدم مكونات إسرائيلية من الامتيازات الجمركية التفضيلية، في خطوة تمثل تحدياً للإمارات تحديداً. والحال أيضاً أن الخلاف حول إنتاج النفط قد اجتمع هذه المرة مع توتر الأجواء بين الجارتين على إثر تعليق الإمارات رحلات شركاتها من السعودية أو مع السعودية عفواً بدعوى مستجدات الوضع الوبائي، ما دفع المملكة هي الأخرى إلى زيادة سعة الرحلات في محاولة منها لاستيعاب الضرر. والحال أن تضارب المصالح سيبقى التهديد الأول لتحالف الرياض أبو ظبي، الأمر الذي سيدفعهما دوما للبحث عن نقاط الاتفاق حول الخلافات الإماراتية السعودية وتداعياتها على علاقة البلدين. تناقش قصة اليوم، مشاهدينا تابعون.